حق مشروع للأطفال والإنسان، ولكن يتم استخدام العديد من الطرق والأساليب لانتهاك هذا الحق أمام نظر وصمت العالم كله ومنظمات حقوق الإنسان والطفل. في منطقة الشهباء حرم الآلاف من الطلاب من التعليم بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على منطقتنا ونقص وقود التدفئة في المدارس والعديد من المستلزمات الأخرى. إن هذا الحصار سيتسبب العديد من الكوارث وانتهاكات إنسانية من حقوق الإنسان المشروعة، كما أن سكان منطقة الشهباء كل يوم يتعرضون للقصف من قبل الدولة التركية المحتلة، ونتيجة لذلك تم استهداف وتدمير العديد من المدارس، إضافة لذلك تسبب بقتل العديد من الأطفال مثل مجزرة الأطفال في تل رفعت، والعديد من الأطفال الآخرين يسلب منهم حقوقهم المشروعة بسبب الحصار الذي يجعل جميع الطلاب والأطفال يعيشون في ظروف خارج القيم الإنسانية. باسم طلاب هيئة التربية والتعليم في منطقة الشهباء وعفرين ندين ونستنكر بشدة الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على المنطقة والصمت العالم كله ومنظمات الدولية وحقوق الطفل وحقوق الإنسان. ندعو جميع المنظمات العالمية والدولية وحقوق الطفل وحقوق الإنسان إلى إتباع قوانينها والضغط على الحكومة السورية لرفع الحصار المفروض على المنطقة. العار للحصار، العار لصمت حقوق الطفل وحقوق الإنسان. عاشت مقاومة عفرين والشهباء، طلاب هيئة التربية والتعليم إقليم عفرين الشهباء. ارمانجا سرکه یاد دور پیچ رژیم شامه لدجی حرمه او اکو شورش آزمان کردی نگهیجه ارمانج مزن این مساگر کرن و پیشاروجه که آزاد و به رومت آگل کن بناو خاندکار او دسته یا پرورده او هنگرنه یه حرمه عفرینه و شهبای ام دور پیچ دور پیچا حکومت شامه شرمزار دکن جبرکو بردام کرنا دور پیچه دیواته دستکار رژیم شامه به آوه اکی راست راست جه تنکرنا دولت ترک آداغر کرد جه تواهی آگل سوریه و حرمی رد. ام بنگوازی آخا جبه رخستن و پارستن ما فیزارو و مروفان دکن کو به آوه اکی دملتک و لزگین دور پیچه لسر کشبرین حرم عفرینه را وستینن و زخت کمازن بدن رژیم شامه به آوه اکی لزگیر دار پیچه لسر شه بایه را وستینه و ره بده که پیدویین جیان و سوتمنی در بسی حرم ببن. زیما قارب شهر تعیش منطقه الشهبان لاسیه من مفجری عفرین حصار خانق من الحکومه السوریه و عدم توفر المواد التدفئه و مستلزمات العيش. تستمر الحكومة السورية بحصارها على تلك المنطقة مع انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان. إن منطقة الشهباء تحوي أكثر من 300 ألف نسمة من مهجر عفرين الذين نزحوا من ديارهم قسرا نتيجة احتلال الدولة التركية لمناطقهم. في ظل الحصار المفروض ونقص الحاجات المعيشة يتفاقم وضع المهجرين يوما بعد يوم. نتيجة الحصار توقفت جميع ورشات العمل ومولدات الكهربائية ووسائل النقل والمستشفيات، بالإضافة لتوقف الحركة السير داخل المنطقة بشكل شبه كامل. ومن جهة أخرى حرم الآلاف من الطلاب من دراستهم وجعلت مستقبل الكثير من الطلاب والمعاهد والمدارس تتعرض للخطر، ومن جهة أخرى يهدف لابتعاد الطلاب عن عفرين عن تعلم بلغتهم، وهذا يدل على عدائها التعصبي حيال اللغة الكردية. الحكومة السورية تسعى بجميع محاولاتها أن تقمع هوية الشعب الكردي، وأهم أهدافها من حصارها على المنطقة وهي
أن تكون عائقاً أمام مسير الثورة اللغة الكورية وعدم وصولها إلى تحقيق مستقبل حر وحياة كريمة للعيش الكردي للشعب الكردي. باسم الطلاب وهيئة التربية والتعليم لمناطق عفرين والشهباء ندين ونستنكر الحصار المفروض على المنطقة من قبل الحكومة السورية. إن استمرار الحصار تعني مساندة مباشرة للاحتلال التركي ومسعاها في إبادة الشعب السوري والبنية التحتية. نناشد منظمات حماية الحقوق الطفل وحقوق الإنسان أن يقوموا بفك الحصار على المنطقة لا سيما مهجر عفرين بشكل عاجل، وأن يقوموا بضغط فعال على الحكومة السورية كي يفك الحصار على الشهباء وأن يفسح الطريق لعبور مستلزمات الحياة ومواد التدفئة. استمرار الحصار سيؤدي إلى حدوث كوارث حقيقية بحق مهجري عفرين والمنطقة. الخزي والعار الحصار لا للسياسة التوجيع والحصار، الخزي والعار للصمت منظمات حقوق الطفل وحقوق الإنسان. عاشت مقاومة الشهباء